والد الجندوز المال أم الأسود؟ في مستجد انفرد به المنتخب حول قضية لاعب أرسنال الإنجليزي ماتيو الكندوزي، توصلنا من مصادر خاصة بأن والد متوسط ميدان المدفعجية طالب أحد المسؤولين داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي لعب دور الوسيط من أجل إقناع اللاعب بتمثيل المنتخب المغربي الأول بضمانات مالية من أجل تمثيل ابنه للفريق الوطني المغربي، وهو الأمر الذي جعل المسؤول الجامعي يطوي صفحة اللاعب ويوجه انتقادا حادا لوالده الذي دفع نجله للخروج ببعض التصريحات في وسائل الإعلام الفرنسية، يلمح فيه لرغبته في اللحاق بصفوف الديكة بالرغم من صعوبة الأمر في ظل تواجد لاعبين من المستوى العالي وفي مقدمتهم نغولو كونتي وأدريان رابيو، ناهيكا عن عدم التفات المدرب ديدي ديتشان به في الفترة الحالية. وكانت العديد من الجماهير تنتظر بفارغ الصبر التحاق الكندوزي بأسود الأطلس في الوقت الذي بادر الناخب الوطني بالاتصال به، غير أنه تراجع عن فكرة ضمه بحسب ما كشفه لنا أحد مساعدي رونار على الأقل في المرحلة الحالية، باعتبار أن الثعلب الفرنسي لم يغلق رسميا الباب في وجه اللاعب الذي لا تريد جامعة الكرة التفريط فيه بكل سهولة. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.